الوطن والخاص بالذكر شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل. الأكتور برينسيبال في التطوير كثير، وهنا نلح على حاجة أنه طلقنا في سلسلة من دورات تكوينية لكل فعاليات المجتمع المدني الناشطة في ميدان الطفولة اللي حضرتوا اللي راحين نواصلوا فيها. التكوين هذا شمل الجانب القانوني والجانب النفسي وأيضا الجانب الدولي، لأنه لما نقول أنا جمعية نعمل مع الأطفال لازم نعرف كل شيء متواجد في الجزائر حول حماية الطفولة. احنا تناولنا فيها التكوينات خاصة قانون حماية الطفل اللي يتكلم على المبادئ الأساسية للتعامل مع الأطفال واللي على رأسها المصلحة الفضلى للطفل. احنا راح نواصل في هذه التكوينات، اكيد راح نواصل في تكوين كل فعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الطفولة ان شاء الله، وراح في برنامج كبير ان شاء الله راح يجمعنا مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة وايضا مع منظمة الإصلاح الجنائي حول يعني تنمية قدرات كل المتدخلين في مجال الطفولة.